مستعد الصحفيين السعوديين لإطلاق تقرير سنوي اللي يتناول الحريات الإعلامية في المملكة تحت اسم تقرير الحريات الصحفية، إذ قالت الهيئة في وقت سابق أنه سيكون مدعوم بحقائق وإثباتات ليكون مرجع لمن يريد التعرف على مستوى الحرية الإعلامية في البلاد. عن هذا الموضوع نستضيف الأمين العام لهيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبد الله الجحلان. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله، سعيد أنك تكون معي في هلا من الرياض هذه المرة. حياك الله وحيا الله المشاهدين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. طبعا يعني ربما يكون مفاجئ لكثير من الناس أنه يعني تقدم الهيئة على هذه الخطوة، ما المبررات التي استدعت منكم أن تعلنوا هذا؟ هل هو التقرير الأخير لمراسلين بحدود الذي وضع المملكة في مرتبة متأخرة؟ لا، هو الحقيقة أولا يعني مسألة الحريات أو مسألة التقارير التي تتحدث عن هذا الجانب هي من صميم عمل النقابات والهيئات والاتحادات والجمعيات الصحفية، والهيئة يعني من قيامها بدأت في خطوات معينة بدءا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها حسب الأهم فالمهم. والهيئة بحثت الموضوع بالمناسبة قبل تقرير مراسلين بلا حدود، ثم أن اتحاد الصحافة العربية منذ أكثر من عام حث النقابات والهيئات الصحفية في الوطن العربي لإصدار تقارير عن الحريات، والاتحاد يستمد من هذه التقارير وبمساعدة هذه المنظمات والجمعيات يستطيع الاتحاد أن يصدر تقرير عربي عن الحريات في الوطن العربي دون أن يكون هناك ترتيب للمراتب الدول العربية للعديد من الأمور التي قد لا تفيد في هذا الجانب. أنا أعتقد أننا كان من المفترض أن نتعجل إصدار هذا التقرير حتى لا نتيح الفرصة للآخرين أن ينوبوا عنا في التخلصات. كأنكم تأخرتوا شوي. نعم، يعني ربما أننا كوننا نأتي أفضل من أن لا نأتي، نأتي متأخرين أفضل من أن لا نأتي. كيف ممكن في حديث عنه هذا التقرير سيكون حيادي، كيف ممكن يكون حيادي وفي تأثير على المؤسسات الصحفية من قبل مثلا وزارة الثقافة والإعلام، أحيانا من قبل الداخلية؟ يعني ما في استقلالية كبيرة للمؤسسات الصحفية وأيضا للهيئة. نحن سنتحدث عن الواقع، الواقع يعرفه أنت وأعرفه أنا وتعرفه ويعرفه أوساط الصحفية كلها، فنحن سنقول هذا الواقع الموجود. مسألة التدخلات أو مسألة الضغوطات لم نشعر حتى الآن، وإن شاء الله لن نشعر أن هناك من يتدخل أو من يضغط أو من يوجه في هذا الشأن. حتى عندما أعلننا هذا الأمر، يعني لو كان هناك نوايا حول هذا الموضوع لا تقدمت بعض الجهات التي أشرت إليها في أن على أقل تقدير تشاركنا في مثل هذه المسألة. نحن أسسنا لهذا المنشط وهذا الموضوع، وتقدمنا خطوة أخرى أننا اتصلنا بجمعية حقوق الإنسان لأن نصدر تقرير مشترك حتى تكون هناك أرقى في المصداقية وأشمل، ونؤمل إذا كان هناك جمعيات أو إحدى منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني أن تشاركنا كذلك في حصر بعض الجوانب التي يجب أن يشار لها. في جانب آخر، وهو أن لن نقول أننا الأحسن، ولن نقول أنه ليس لدينا عيوب، ولن نقول لن نخفي بعض الحقائق التي هي معلومة بالمباشرة الناس لها. وش المعلومات هذه اللي معروفة وموجودة وعرفها أنا وأنت ولن تخفونها وقد تغضب مثلا الداخلية وزارة الثقافة والإعلام؟ أنا ما أعتقد أنه يغضب الآن وزارة الداخلية أن نقول أن هناك صحفي وجه للوم أو وجه له استدعاء من الشرطة، أو نقول له أنه فصل من قبل مؤسسة تعسفيا، أو أن نقول أن هناك مثلا إنسان هدد. طيب، أو أن طيب دكتور، قلل من نعم دكتور عبد الله، يعني خلنا بس أنا أكون شفاف معك، يعني كثير من الأخوان في الصحافة السعودية يقولون يعني أنه هيئة الصحفيين كأنها يعني خيب ظنهم شوي، بمعنى أنه كان في حديث عن تطوير للصحفيين أيضا، يعني مثلا هيئة الصحفيين عند موضوع مثلا صحيفة الندوة عندما أفلست، عندما لا يتسلم المحرر راتبهم لم تتحرك، أيضا عندما يستدعي بعض الصحفيين إلى جهات مثلا المباحث أو أي جهة أخرى للاستجواب أيضا لم تتحرك الهيئة، لا يوجد الهيئة ما عندها محامي يدافع عن الصحفيين إلى الآن. هذه كل الأمور يعني يطالب فيها الصحفيين لم تفعلوها أنتم حتى الآن.
طبعا هذه عناوين عريضه تحتاج يمكن الى اكثر من برنامج. انا في نعم ساختصر مثل هذا الموضوع. الهيئه عمرها 5 سنوات او 5 سنوات واشهر، والهيئات والمنظمات في الوطن العربي لها 55 سنة. بعض الصحفيين وضع او علق امال على الهيئه وجعل لها من الخصائص ما لا توجد لجهات ووزارات تحققها. منهم من ينظر إلى تأمين طبي، منهم من ينظر إلى بدل سكن بس هي على دورها لا يشبه دور النقابة. نعم هو دور النقابة، ولكن أنا أقول أن هناك أمور حملت الهيئة فيها أكثر مما تحتمل، وخصوصا في هذه المرحلة، مرحلة التأسيس. نحن في الهيئة لا نقول أننا عملنا كل شيء، والأهداف الهيئة لا تنتهي في 5 سنوات. أهداف الهيئة نحن نؤسس حتى للأجيال القادمة، أن يكون هناك كيان معلوم ومعروف وأنشطة معلومة ومعروفة. ولكن أن نقول أن الهيئة لم تقدم خدمات للصحفيين، أنا أتحدى أن يقول إنسان أنني تقدمت للهيئة ولم تقدم الهيئة شيء. نعم الهيئة تقدمت بشيء، لكن لم يتحقق بعض الأشياء ليس بيدنا قرارة أن نصدرها ونغير الواقع. ماذا قدمتوا بس عشان ما نظلمكم، عشان المشاهد بس يعرف؟ قدمنا حتى في سبيل الحماية، أنا أتمنى بعض الصحفيات والصحفيين الذين ساعدناهم وقدم لهم المحامي عرائض وتقدموا وكسبوا بعض قضاياهم أن يتحدثوا أنفسهم، لا يقول لنا سبت القضايا من الصحف السعودية ضد الصحف. نعم مثل بس نبغى مثال. أنا أعرف صحفية فصلت من صحيفة كانت تحت التأسيس، ونحن قدمنا لها العريضة وقدم لها حقها. هذا واحدة من الصحفيات، وهي الآن تعمل في عمل آخر غير صحفي إعلامي، وشكرت بشكل غير مباشر، شكرت هيئة الصحفيين في هذا الأمر. هذا واحد. الثاني أحد الصحفيين في المنطقة الشرقية كذلك، تحدث رئيس هيئة الصحفيين مع رئيس التحرير وتم معالجة وضعه. أنا شخصيا تحدث معي قبل 3 أشهر أحد الصحفيين وقال لي أن هناك يعني إجحاف في مرتبة، تحدث مع رئيس التحرير وشرحت له الوضع وقال سنعدل الوضع، والآن هو يعمل في هذا الصحيفة في الرياض. فهناك جهود بعض الصحفيين. الرياض عاد راتبهم زينة يعني. لا أنا أقول في منطقة في جريدة الرياض. لا 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 في منطقة لا 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 الرياض. أنا أتحدث عن مدينة الرياض. هناك يعني ربما قد تكون هناك بعض الحساسيات أن البعض لا يريد أن يذكر اسمه، فنحن لا يعني نحفظ حقه في هذا الأمر. رغم وهذا أود أن أشير إليه أن الهيئة حسب النظام هي تخدم أعضائها، الذين خدمتهم الهيئة ليسوا أعضاء في الهيئة. ولم يتقدم عضو في الهيئة في شأن من الشؤون الصحفية المهنية ونحن لم طيب.